اعتدى مدير الأمن الوطني في الأنبار بالضرب المبرح على الطبيب محمد نجيب بمستشفى الرمانة في مدينة القائم غرب محافظة الأنبار، كما قام بتكسير جميع كاميرات المراقبة التي سجلت اعتدائه. دعونا نتابع الصور التالية للاعتداء. هذه صورة للطبيب محمد نجيب في مستشفى الرمانة في قضاء القائم غرب محافظة الأنبار، تظهر آثار الضرب من قبل مدير الأمن الوطني في المحافظة بحسب ما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي، وقد قام بتكسير جميع الكاميرات التي صورت الحادثة.